وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعيدكم مبارك، وحلقة جديدة من برنامج شنو معنى. اليوم حلقتنا راح يكون بها أمثال جديدة وناس جدد. وين حلقتنا اليوم؟ راح تكون في مول النخيل في شارع فلسطين. راح نلتقي بعوائل جديدة ونعايدهم بالعيد، وبعدين نسألهم أسئلتنا. ابقوا ويانا. راح نلتقي ويا عائلة أولى ونسألهم ونقول لهم المثل مالتنا: كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. إن شاء الله يا رب من العايدين وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. إن شاء الله يعيد عليكم بالصحة والسلامة. الله يخليك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير بصحة وسلامة إن شاء الله من العايدين. وياكم قناة الطليعة الفضائية. أهلا وسهلا بكم. وبرنامج شنو معنى؟ أهلا وسهلا بكم. هسا قبل لا أقول لكم شنو فكرة البرنامج، خلينا ندردش شوية عن العيد وأجواء العيد. أنتم من شارع فلسطين أو من منطقة أخرى؟ لا، من منطقة أخرى. شلون هالاجواء؟ والله الحمد لله، يعني اجواء زينه وطيبه، وان شاء الله الفضل يعود ان شاء الله للدوله يعني والجهات الامنيه، واحنا قاعد نحقق انتصارات يعني بمناسبه هاي الانتصارات، الحشد الشعبي والجيش وقوى الامن الداخليه، وان شاء الله يا رب يعود على العراق بخير وسلام وامان. ابو من؟ ابو محمد. ابو محمد، شو اسمك؟ زهراء. زهراء، بيا صف؟ اول. بالاول؟ اول ابتدائي؟ يعني هسه راح تبدين بالدراسه وراح تبدي تشلع قلبكم بالدراسه، مو؟ ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. احنا عاده العراقيين يعني عندهم عادات وتقاليد تختلف عن بقيه البلدان بالاعياد، فشنو التجهيزات مالتك بالعيد؟ والله تجهيزات الكليتش، الحلويات محضرها بالليل. هاي يعني ملابس، ما ملابس هاي تنظيف البيت عادي، هاي هاي شيء ماشي، هاي معروفة طبعا. ما حد يساعدك؟ لا والله، بس انا هاي تشغل. تساعديها لو لا؟ ضحكت مرات. شلونك بالدراسة؟ زينة الحمد لله. شقد يطوش عيدية كل عيد؟ جمعين هبرة زينة لو بينا بين؟ ضحكت، يعني اكو فلوس تجمعيهن لو تشترين بيهن مباشرة؟ لا، مرات اضمن مرات تشتري. شنو اقوى عيديه اخذتيها؟ انا؟ اي. ما تتذكريها؟ لا. زين شو اشتريتي؟ يعني عاده ايش تشترين بفلوس العيديه؟ بس تعالي اقتربي شويه. اشتري مرات، اشتري هدوم، يعني اشتري غراض. اها، يعني ما تصرفين هيك صرف يعني مو بمحله. لا لا، تطلع الملاعب مرات السندباد نروح لها. ملاعب وغيرها وغيرها. زين عادة يعني معروفين العراقيين يزورون الأقارب، وأول يوم عادة يزورون موتاهم، يعني الأقارب. وإحنا بما أنه إحنا إسلام والإسلام يوصل بصلة الرحم، فصلة الرحم يجب أن يعني هذا العيد هو يعني هو التسامح وللحب يعني بين المسلمين. وبعدين هي هاي فد فرصة للإنسان، إذا عنده فد غيظ على إنسان لازم يزيل هذا الغيظ. واني هسه داريد أسألك، هل هناك شخص ممكن إيه لازم يزيل هذا الغيظ؟ يعني حتى الإنسان المسلم، لأن ما يحقد على المسلم، لأن إحنا ناس كدولة إسلامية والإسلام هذه حثنا على هذا الموضوع، لأن إحنا عندنا صلة القرابة وصلة الرحم هي تطول الأعمار. بارك الله بيك. هم عندك شخص ممكن أنت زعلان منه أو هو زعلان منك هذا العيد راح؟ والله أنا ما زعل على واحد، لأن ما أحقد على بشر. بعد ليش تضحك؟ ليش تضحكين؟ أنا ما أحقد على أي بشر. هسه أنت حتى لو يعني عندك زعل ويا أحد، من يشوفك بالتلفزيون بعد هاي راح الزعل. لا راح الزعل. راح إن شاء الله. إن شاء الله. زين، نرجع لفقرة برنامجنا. بحياتك اليومية أو بحياتكم تستخدمون الأمثال؟ نعم. عندك أمثال يعني دائما تقولها؟ نعم أمثال. مثل شنو؟ الصديق وقت الضيق. يعني أشكال أمثال. يعني بالموقف. يعني. هواي أمثال أكو، أشكال أمثال. زين، يعني حضرك وقت الموقف اللي يصير. نعم. تقول عليه مثل، مو؟ نعم. زين، أكو عندنا مثل. نعم. راح أحزرك إياه. نعم. هو فحوى برنامجنا أنه أقول لك مثل. نعم. وتكمل لي إياه. نعم. وبعد ما تكمله تقول لي هذا المثل ممكن ينطبق على شنو. نعم. أو على شنو الموقف اللي ينقال عليه هذا المثل. نعم. مثلي كلش سهل، بس مو تزاغلين. بلى. خالها هنا تزاغل. زين، يقول: ما يعرف تدابيره حنطه ماكله شعيره. حنطه تاكل شعيره. نعم. صح. تأكل. زين، شنو معنى هذا المثل؟
هذا المعنى يعني هذا هو في بعض الأحيان يعني تجعله جانبيا يعني جانب منهين يعني الإنسان اللي ما يقدر يدبر أمره ويدبر يعني حاجاته ويدبر أمره يعني هذا إنسان فاشل. نعم يعني حنطة ماكل أشعر لأن هو الإنسان هذا أساسا فاشل فما يقدر اسمه. والجانب الثاني يعني الجانب الثاني أنت مثلا إنسان هذا إنسان مو مدبر مو مكون مو ما يعرف مستقبله ما يعرف اسمه فتلقينه إنسان يعني حتى منبوذ بالشارع. صحيح زين هذا يعني تقريبا هو هيك معنى المثل بس. نعم. تعرف قصته؟ لا والله قصته ما أعرفها. قصته كلش حلوة فراح نشارككم بها حتى في يوم من الأيام ممكن تسردها على أولادك أو غيرهم. نعم قصة هذا المثل إنه أكو شخص يحب الخيول جدا. نعم فمن قد ما يحب الخيول وين ما يلقى خيل يشتريه بأغلى الأثمان. نعم ففي يوم من الأيام هو يبيع حنطة وشعير. نعم ففي يوم من الأيام راح حتى يبيع الحنطة والشعير مالته. نعم باع بس الحنطة. نعم فرجع دايريد يرجع دنيا ليل فحب ينام بالخانات اكو قبل كانوا يسموهم خان. نعم يا الله. نعم ينامون بي يعني بدل الفندق. نعم فحب ينام بهذا الخان لقى انه شخص دايبيع يعني خيل. نعم فقال له اريد اشتري من عندك هذا الخيل فطلع السعر نفس سعر الحنطة اللي هو باعها. نعم اشترى الخيل. نعم ثاني يوم راح دايبيع الشعير ما قدر. ثالث يوم يبيع الشعير ما قدر. نعم رابع يوم الحصان جاع. نعم فقام ينطي من الشعير. نعم شي يوم ورا يوم شعير شعير خلص الشعير ما تفسر. نعم باع الحنطة بالشعير. نعم فهذا اللي ما يعرف تدابيره مثل ما يقولون. هذه قصة هذا المثل وإحنا تشرفنا بمعرفتكم وإن شاء الله عيدكم مبارك وينعاد عليكم بالأفراح والمسرات. وهاي هدية بسيطة مقدمة من قناة الطليعة. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا باقين وياكم مستمرين وبرنامج شنو معنى وأمثال جديدة وناس جديدة بقيانا. مشاهدينا راح نروح ويا عائله جديده ومثل جديد ونقول كل عام وانتم بخير. انت بألف خير يا رب صحه وعافيه. ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالافراح والمسرات. ان شاء الله يا رب الجميع. ان شاء الله. من؟ انا ام ياسر. ام ياسر. خلي هذول جهالك؟ بلي. زين خلينا نبدي من منو الكبير؟ ياسر. ياسر ويا صف. انا رحت للسادس. هيك يصير هيك يصير هيك يصير حتى تشوفك الكاميرا. ايه رحت للسادس. رحت للسادس. شلونك شطور؟ الحمد لله زين. الحمد لله زين. ومن هو الأكبر؟ حسن. إيه؟ مصطفى. كل بياصف بياصف بياصف. نجحت السادس بلا أول. إيه؟ متميزين وحسوني هم أول. متميزين بلي. ما شاء الله. إيه؟ حسوني هم أول من المتميزين. إيه؟ ومصطفى أول شاطر هم من المتميزين. ما شاء الله الله يديمنا إن شاء الله. ويوسف أول سنة هسه بالأول. إن شاء الله يا ربي تفرحين بيهم ويكبرون قدامك. وبأعلى المراتب ان شاء الله. بس مبين تعبانه عليهم. اي والله حيل انا وابوهم. اها الله يديمكم الهم. الله يسلمك. زين ام ياسر احنا برنامجنا هو مثل مسابقات. اعطيك مثل ان شاء الله وبعد ما اعطيك المثل المفروض مطلوب من عندك انه انت تحزري ان شاء الله. وورا ما تحزري تقولي لي هذا المثل على منو ينطبق ان شاء الله. بس عوفك هسه من البرنامج نعوفه على صفحه شويه خلينا ندردش عن العيد ان شاء الله. شلون العيد وياك؟ لا كلش حلو وامان والحمد لله والشكر. ويعني جبت الاولاد يتونسون عاده يلحون عليك بالطلعه لو انت تعرفين وقتك وتطلعين. لا لا هم على مود ماما طلعينا عيد ماما طلعينا وطلعت. لا لا يعني قصدي انه الا يلحون يلا طلعيهم لو لا 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 هذا وقتهم. اي اي هذا وقتهم. اها زين شنو تحضيراتك الخاصة اللي من عادات وتقاليد بالبيت يعني؟ يعني بالعيد سوينا كليتشة والحلويات وشوكليت والكرزات وهذا يعني نزور الأقارب أقارب الزورنة يعني حلوة صلة الرحم الصير. أكيد أكيد هم العراقيين معروفين بصلة الرحم. إن شاء الله. زين هم تروحين تزورين جيرانك؟ طبعاً طبعاً. إي إي طبعاً. هذه موجودة العادات بعدي؟ إي إي موجودة بعدي. يعني ما اختلفت من سنه لا سنه لا لا مختلف. بالعكس زادت يعني المحبه والاخوه الحمد لله والشكر. ما راح تختلف ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله تضيع. لا لا بالعكس لا بالعكس. زين شنو اللي اختلف من عيد العيد تحسين يعني هذا العيد عن العيد اللي فات او غيره يعني؟ يعني هي فقط احنا نريد الامان فقط. الامان حلمود نطلع نتونس اولادنا الناس كلها ان شاء الله.
زين انتم هسه من جيتوا شلون الجو؟ لا 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 كلش حلو. لا 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 كل زين. لا لا بالعكس كل زين كل زين ان شاء الله يا ربي. عندكم خطه لهذا العيد وين تطلعون يعني يكون؟ بعد هسه اول بدايه للمول وبعدين للاقارب ان شاء الله. ان شاء الله زين راح نرجع لي البرنامج ان شاء الله. أنا راح أساعدك مو ما راح أساعدك بس شنو أنت همين أهمتك إن شاء الله. أوكي يقول يركض والعشاء خباز صحيح؟ زين يركض والعشاء خباز هذا المثل ينقال على شنو؟ يعني عشاء على الإنسان اللي يركض بجهد ويتعب لازم يحصل ثمرة مثلا نجاحه أو عطائه. زين هاي أنا اللي أعرفها. إيه هو صح اللي قلتيه بس هو يعني باعتبار ينقال للشخص اللي يتعب يتعب إيه يتعب أكثر يتعب أكثر وبعدين شو حصل؟ خبزة ما حصل شيء شيء خطية إيه صحيح. يعني يرجع للبيت تعبان وهلكان وشيء وآخر صحيح. شيء يلقى شنو العشاء يلقى خباز. الخباز يعتبر من النباتات الرخيصة جدا طبعاً والمتواجدة بكثرة صحيح صحيح. زين أبو البيت هم توكلي خباز ولا لا؟ لا طيب ماكو خباز. لا لا ما كله لحم. شنو اختلاف الاكل بالعيد عن الايام الاخرى؟ يعني هو العيد دولمه برياني سمك يعني هاي الاوضاع كلها احنا نسويها. دولمه ما تش طيبه؟ تخبو. ان شاء الله نذوقها ان شاء الله. زين انت ربحتي يعني ان شاء الله, إن شاء الله وكل عام وانتم بخير. وهذه هديه دولمة بسيطه من قناتنا قناه الطليعه الفضائيه. تسلمين يا قلبي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سلمينا على العائله وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير حبيبه قلبي. تسلمي. إذن مشاهدينا مستمرين وياكم وبعدنا متواصلين ودا نفطر بالمول حتى نشوف عوائل جديدة وأمثال جديدة وخويانا. إذن مشاهدينا رجعنا وياكم ومثل جديد وعائلة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وعافية. إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالأفراح والمسرات. جميع إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا كل عام وانتم بخير يعود عليكم بالخير والعافية إن شاء الله. إن شاء الله لجميع. أبو من؟ أبو مصطفى. أبو مصطفى. أبو أحمد. أبو أحمد وأبو مصطفى. نسألكم اثنيناتكم سوية لو نسأل كل واحد على حدة. كيفك؟ شو يعجبك؟ أوكي خلينا نبدي بيك. راح أقول لك فحوى البرنامج بس قبل فحوى البرنامج وقبل الحكي عن البرنامج خلينا نحكي عن أجواء العيد. يعني باعتبارك عاشر جيلين مثل ما يقولون فأجواء العيد شنو اللي اختلف بيها من سنة السنة تحس؟ والله يعني كانت قديما شوية أحسن من هسه لأنه هسه أكو تحفظات أمنية. نعم. اكو عرقلات سير مرور. نعم. غيرها فتشوفين يعني العوائل العراقيه تقريبا انكمشت يعني ما قامت تطلع ما تطلع هوايه بعدين اماكن ترفيهيه قليله يخافون من شغله مفخخه من شغله جسمه فتشوفين مو مثل السابق. السابق كانت احسن واحلى واجمل. هسه يمكن عائله تقعد بصفك ما تعرفين شنو راح يصير وانت قاعده مثلا تترفهين او تريدين ترفين عائلتك ما تعرفين شنو راح يصير. فصار انكماش بالشغله فسابقا احسن من هسه. زين خلينا نسال ابو احمد. ابو احمد انتم عاده تتفقون من تريدون تطلعون لو انتم اقرباء لو شنو؟ لا احنا اخوان اصدقاء. اصدقاء تتفقون حتى تطلعون لو شلون؟ لا اتصل بي ابو مصطفى خلنا نطلع عادي خلص شغلنا ونطلع. تختارون عادة المولات افضل مكان؟ تقريبا لين امينة وتعرفين الجو حار احنا ندور برد. زين خلينا نحكي عن العادات والتقاليد. عادات وتقاليد العيد نشوفها عادة بالتواصل مع الاخر بمسامحة الاخر. نعم. هذا العيد اكو عندك شخص زعلان منك وحبيت تسامحه هذا العيد خلاص تقول يلا لا ما تسوى الزعل؟ ما صار ما عندي احد زعلان عني ان شاء الله يا رب دوم. لا انا وعائلتي واخواني اخواتي اقاربي ما عندي الحمد لله هذا شيء حلو بالعكس. زين بس اذا تحرجنا شغله العيديه ليش تمون علينا بدون عيديه والوضع تشابه شلون تقشف. زين ايش قد عاده تجمع للعيديه ايش قد تخلي على صفحه؟ والله يعني مو اخليه على صفحه اي وين حتى اخليه على صفحه. زين يعني ايش قد يعني تقريبا 350. حلو حلو. خلينا نشوف ابو احمد. ها ابو احمد شلون العيديه وياك؟ العيديه ايه؟ والله فلوسي كلها تروح بالعيد.
يلا هي مرتين بالسنة. هي لا هو احنا لما نشتغل صحيح. نشتغل حتى عائلتنا ترتاح، حتى عائلتنا تتونس، حتى أطفالنا يعني يرتاحون، ما يحسون بالجو الخارجي اللي احنا عايشين به. نحاول نطلعهم من هذا، يعني احنا نقول يعني مثل اللود اللي ضغط اللي صاير عليهم. دولة ما يعرفون هذا، يريد مثل يريد ملابس عيد، يريد طلعة، يريد ونسة، مو صحيح؟ صحيح. فاحنا لازم نعوضهم عن اللي الناس اللي حرمونا منه. صحيح. ها صحيح. واحنا ما لنا شغلة بالأسماء. فاحنا نعوضهم، احنا نحاول نعوض أطفالنا على اللي احنا عانينا. ما اريد يعني يشوفون اللي احنا عن لعبة ممكن، عن فرحة، عن غيرها، كل شيء. يعني انا ايش قد ما اقدر بي، يعني ايش قد امكانيتي انه البسهم من الشيء اللي يريدونه. مع العلم يعني انا موظف، حلو هذا، يعني اجيب راتب كله، انا اشتغل لهم، فكل لهم ملابس، ما ملابس، طلعات. مرات انا اقول لهم بابا تعالوا يلا خلينا نصعد بالسياره نروح نطلع، يعني انا اقول لهم بدون ما هم يقولوا لي، قبل لا هم يطلبون مني. حلو هذا الشيء، يعني الله يديمك لهم ان شاء الله. شكرا لك. خلينا نسألك، أنت أكيد همينا في يوم من الأيام كنت شاب وكنت طفل وغيرها، كنا نركض ورا العيدية. العيدية أكثر عيدية فرحت بها وكبيرة يعني حصلتها من أحد؟ والله ما حد انطينا عيدية، ما حد أبدا أبد، كنا نركض وراهم ما حد انطينا، ما يجرون عشو مضطهديك. إيه ما أعرف أبد، ما محصل عيدية أبد ولا محصل عيدية. زين وهسه من أنت كبرت أولادك ما ينطوك عيدية؟ لا ما ذكر، لا بعد انا بس انا انطي عليهم. لا تطوع عيديه، لا بس انا بس احنا نكد. زين انت تتذكر ابو احمد؟ والله انا اذكر يعني مصباح العيد طبعا ابوي الله يرحمه كان يحضر، احنا طبعا سبع ولد كنا وثلاث بنات، فكان يحضر عيديتنا من الصبح، نروح نبوس ايده ونعايده كل واحد عيديته. طبعا تبوسون ايده على مود العيد فلوس طبعا. فكل واحد عيديته حاضره وموجوده، وكنا نفرح بالعيد. وبالليل كنا شو نسوي؟ كان يشترون لنا ملابس، فاني ما انام الا خلي ملابسي جوا المخده وانا حتى اقعد الصبح، اقعد بالستة، ماكو هسه قاعده ب 12 بالوحده، ماكو بالستة اقعد ابدل البس ملابس العيد. وقبل على ابوي هم ماكو بازه قبل، لو ماكو لا كنا نلبس ديلون، كان قاب ديلون نص سردان وشورت. ما شاء الله. هذا اي سنه تقصد؟ بالسبعينات تقريبا، لان انا مواليد 71. ما شاء الله. اي فهذا العيد، بس العيد كان له نكهه. صحيح. نعرف اجا عيد، هسه ما نعرف اجا عيد لو ما اجا عيد. يا رب بهاي الانتصارات اللي تصير وهاي ان شاء الله يرجع ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يجعل امن وامان ان شاء الله يا رب على العراق وعلى سوريا وعلى كل دول الاسلام، ويخلينا ايد وحده كافي. ان شاء الله كافي، خلينا نصير ايد وحده، مو الخاطرنا، الخاطر الجيل الجاي بعدنا. صحيح. خلي نصير ايد وحده حتى يرتاحون، كافي، خلينا نسلمه. الفات انتهى، المي اذا مثل ما يقولون تبدى ما تلم، ما يلم، بس نقدر نعالج الباقي، ما نخلي المي بعد يتبدى. صحيح. فان شاء الله ان شاء الله الله يجعله امن وامان ان شاء الله على العراق وعلى كل بلاد المسلمين ان شاء الله يا ربي. الله يسلمك. وخلي نسامح، لان انا بطبيعتي ما انا لا ماكو حد مسامح، انا ما انام الليل اذا ما اقول يا ربي سامحت كل واحد. ما شاء الله عليك، هاي الشغله. فاحنا خلي كلنا نسامح، باكر عقبه خطار، احنا باكر رايحين ميتين. صحيح. فخلي نسامح وخلي واحد يحب الاخ وخلي نعيش بحب حتى كلنا نرتاح. ما شاء الله عليك. خلينا حتى لا نعطلكم، وانتم فرحانين بالعيد وتريدون تفترون اكيد، وشكله ما عنده فلوس وراح يورطكم. الحمد لله. يوم اشتري قميصين وبنطلونين. ثاني يوم العيد، مو العيد، ثاني يوم العيد يريد. اول يوم العيد واحد، ثاني يوم العيد واحد. لبس اول يوم. وقول ما حد يعطيني عيدية. ما شاء الله، لا مدلليك جماعتك. زين نرجع لموضوع البرنامج. راح نعطيك مثل. مطلوب منك انه تكمل لي المثل، وبعد ما تكمل المثل تقول هذا المثل على شنو ينطبق. فاكيد انت تستخدم امثال بحياتك. شنو اكثر مثل تقوله بحياتك يعني عاده تتذكره دائما؟ اكثر مثل اي يعني ينطبق على حياتك مثل ما يقولون. عندك امثال يعني عاده العراقيين يستخدمون الامثال الشعبيه؟ والله هواي هي امثال، بس تعي من اللي يتذكر انت هسه بالك يم العيديه. شوف يم ابو احمد، خلينا نشوف ابو احمد. سوي زين وذب الشط. زين هذا على شنو ينقال المثل؟ يعني انت سوي زين، مو شرط تنتظر مقابل. نعم. سوي زين لان انت تحب الخير. صحيح. هذا صحيح. عاشت. فسوي زين وذب الشط. بس احنا المثل مالتنا يقول بالوجه مرايه بالقفص اللاي. صح صح. زين هذا المثل على شنو ينقال؟ هذا ينقال على الشخص اللي عنده وجهين.
يعني قدام شكل وراك شكل. وراك شكل المنافق بين قوسين. بالضبط. زين زين، هم صادفت بحياتك شخص منافق وقلت له هذا المثل؟ هواية والله هواية، يعني بالدائرة بالمجتمع، جيران جيران، الله يخلصنا منهم إن شاء الله المنافقين ويخلصكم منهم. وعيدكم مبارك إن شاء الله. وهاي هدية بسيطة مقدمة من قناة الطليعة، شكرا جزيلا لكم وعيدك مبارك إن شاء الله وعيد لنا العائلة. وساني دعيتهم إنه يطوق عيدية، وإذا ما طوق عود أرجع لكم، أرجع للطليعة. كل عام وأنتم بخير، شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا مستمرين وياكم وبرنامج شنو معنى ويا عائلة أخرى ومثل آخر أخويان. إذا مشاهدينا رجعنا وياكم ويا مثل آخر وعائلة أخرى، وتعبنا شويه فحبينا نقعد ويا عائله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وانت بخير صحه وسلامه ان شاء الله، وينعاد عليكم الافراح والمسرح علينا وعليكم ان شاء الله. من ام سيف. ام سيف شو اسمك؟ رقيه. رقيه طيب يا صف بعد الخامس. الخامس شطوره مبينه شكلك شطوره، الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. يعني احنا قناه الطليعه وبرنامج شنو معنى، هذا البرنامج اسئلك عن مثل والمفروض من عندك انه تكملي، ولما تكملي وتحزري بعدين تقولي لي هذا المثل ممكن ينقال على شنو. نعم. اوكي بس قبل لا نحكي عن المثل وشي، انتم دائما تجون للمول لو بس بالاعياد والمناسبات؟ لا مو دائما، اللي هو شوي بعيد علينا. ها يعني انتم من غير منطقه؟ نعم من غير منطقه. زين شلون تشوفون يعني انتشار المولات ببغداد وهاي؟ اي يعني زين توسع انتشار المولات هنا ما شاء الله الحمد لله. العوائل حتى طبعا 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 لان كل شيء متوفر. اي يعني زين اسعار المولات شلون شو تشوفين؟ يعني مناسبه زينه زينه. همي ضجوج الجهال انهم يشوفون شغله او هاي خاصه بالعيد يعني يلحون قامت تضحك. لا بس هي طبعا يعني واحد من يطلع هو يفكر اول شيء يخلي الجهال انه قدام عينه يعني. اي هو احنا على مود الجهال اكيد، هي طلعت كلها بسرعة على مود الجهال. نعم. خاصه نعم. بالعيد. اي نعم. زين ايش قد تطين عيديات عاده يعني؟ ايش قد هو مو خساره بس يعني ايش قد تدكنين للعيديات؟ بس للعيديات والله حسب كميه الاطفال ما شاء الله. اي يعني اذا اطفال هوايه يعني كل ثلاثه نخليهم ب10,000، واذا قليل كل واحد خمسه. لا مو يا الامهات تتقسم ما شاء الله. يعني انت تطين الام؟ اي والبلايه اي وتي اي زين اي بس على اكثر ياكل واحد خمسه خمسه. ها يعني انت على هيك يعني اذا كميه زياده خطيه راتبك كله رايح. اي اني لا اني ربت بيت بس يعني الحمد لله يعني احسب لهم عيدية لان هو هي الفرحة لهم. صحيح وهو بس نعم. مرتين بالسنة مثل ما يقولون. زين ملابس العيد وغيرها تحضريها قبل العيد لو عادة تقولين ما في طلعة هواية خلينا وحتى لا ماكو طلعة هو لازم نشتري حتى لا ماكو طلعة حتى لا نقعد بالبيت. اي فلازم نحسس الطفل بالعيد. صحيح. يعني لان احنا نذكر احنا من كنا صغار نفس الشيء هو العيد للكل. هو يعني هم اشتريت ملابس العيد بس اني افكر باولادي. صحيح. افكر باولادهم افكر يعني بالداير مداري اكثر مما افكر بنفسي. صحيح. واحنا طبيعتنا يعني واحد يشتري للثاني يعني مثلا انا افكر اشتري لبناتي لاولادهم اشتري الزوجي لابني ما اشوف الا بنتي هم جايبت لي الي يعني ما شاء الله. اي يعني واحد يفكر بالثاني الحمد لله. اي الحمد لله. ليش ايش قد تسوون عاده؟ والله قبل كنت اسوي هواي هسه قمت اسوي يعني كيلو كيلو وين تعرفين بعد الصحه شويه والصحه بعد واحد مو مثل قبل يعني كنت اسوي واوزع. أها. يعني مثلا بيت اخويا اخوتي لاولادهم كل من اي كل من اطلع له حصته اقسمها بالعيد بس هسه صار فتره يعني لا اسوي فشي قليل واشتري اكمل من السوق. موجوده لو شنو؟ بعيني تدلني. سالمة عيني الله يخليك. زين نريد نعرف محصلة عيدية من كنت صغيرة اكيد. اي والله هو انا ايش اقول لك انه انا يعني احساسي بالعيد من كنت صغيرة ذا راجعة باولادي يعني
يعني كانوا منطينا اهتمام كلش كبير رغم كان الزمان يختلف يعني. اي فان شاء الله كل ايامنا عياد ان شاء الله كل شيء يعني واحد يستقر. اكبر عيديه حصلتيها؟ والله بزماننا كانت ربع دينار و500 دينار هيك كانت. يعني 500 دينار ممكن تكون مبلغ كبير مو؟ اي يعني بزماننا كان هاي الربع والمية الصور ذني الحدايد قبل. اي وكنتوا تجمعوا له هم تصرفوه؟ لا والله كنا نصرف لانه كانوا الاهل يعني ينطونا يشترونا وما يخلونا نفكر انه يعني نحس انه يعني شيء متوفر. اي ما شاء الله ان شاء الله يا ربي دائما افراح ومسرات. الله يخليك. الامن والامان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله على الجميع ان شاء الله. زين خلينا نرجع للبرنامج ان شاء الله. انا راح اساعدك وما اساعدك وهو مثل هم يعني معروف. نعم. تستخدمين امثال بحياتك اليوميه؟ اي مثل شنو؟ يعني اكو امثال هي من حياتنا مثلا الفلس الابيض ينفع بيوم الاسود يعني هاي مخليفة شيء يعني قدام عيننا يعني هواي امثال انه داير يعني احنا نتحسسها انه ان نطبقها بالحياة اليومية وما نشعر بيها. اي صحيح هو المثل اصلا من يجي من موقف طبعا من طبعا فد قصة صايرة حقيقية صحيح. تطبق على المثل. زين اكو مثل يقول نعم. خيرهم ما خيروني شرهم عموا علي. صحيح شنو هذا المثل لمن ينقال؟ يعني مثل اكو نوع من الناس انه من يصير عندهم فت خير وفت حالتهم الماديه تتغير تشوفين هم يعني بعد ما يعرفوك من يصير عندهم فت مشكله او الحاله الماديه ما راح تستمر وياهم يوقعون ماديا يقومون يرجعون يجوج يعني فهم بخيرهم ما خيروني بشرهم يجون يمي. هذا ممكن التفسير العام او بس التفسير الحقيقي هو يقول انه هو يضرب للشخص السيء اللي يعم على الجميع يعني مثلا طبعًا طالب طبعًا كسلان طبعا فد وكاحه فعم طبعًا على الطلاب طبعا طبعا همين طبعا هاي شيء عام. اي اكو بحياه الشخص ممكن يكون يتباهى وكذا حبيت تقولي له في يوم من الايام هذا المثل؟ لا 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 ما صار وياي ان شاء الله. يا الله يبعد عنك كل شخص. الله يسلمك. الله يخليك حبيبتي. يعني انت فزتي ويانا لان عرفتي المثل. الله يسلمك. فهذه جائزه مقدمه من قناه الطبيعه الفضائيه. اشكرك حبيبتي. وانت بخير تسلمين. ان شاء الله يا ربي دائما افراح ومسرات. الله يخليك الجميع اشكركم واشكر قناتكم الموقرة وإن شاء الله أريد الأمان لكل العراقيين إن شاء الله وخير وسلامة ويعودها عليكم إن شاء الله بكل خير إن شاء الله على أمة محمد إن شاء الله. حبيبتي أهلا وسهلا. إذا المشاهدين بعدنا متواصلين وياكم وأمثال جديدة وعوائل جديدة أبقوا ويانا. رجعنا وياكم ومستمرين وبرنامج شنو معنا وعوائلنا العراقية ومول النخيل وده نشوف أجواء العيد الحلوة ويانا بنوتة همينة حلوة. كل عام وانتم بخير. وانتم أهلا بخير إن شاء الله يا ربي نعاد عليكم بالأفراح. شكرا جزيلا أجمعين إن شاء الله. إحنا قناة الطليعة وبرنامج شنو معنا. أهلا وسهلا. قبل لا أدخل لك بتفاصيل البرنامج خلينا نحكي على العيد. شلون العيد وياك؟ الحمد لله العيد حلو وعامر ان شاء الله باهلنا طيبين ان شاء الله ان شاء الله والامن والامان على الكل يا ربي وبهالمولات وبهالاجواء هذا فالحمد لله. ما عندكم يمكن غير المولات اكثر شيء طلعات تكون بالمولات؟ اكيد طبعا يعني باعتبارها انه مكان مسدود فهي تكون امن من الشارع يعني صحيح. اضافه الى ذلك انه المول هو مجمع يعني يجمع الملابس يجمع الالعاب الترفيهيه للاطفال يجمع المطاعم فانه تشوفي مجمع كامل يعني تلقى العائله بكل الوسائل الترفيهيه فلهالسبب انه تتجه عوائل المول. صحيح. زين عادة أنا أشوفها بنفسي ما أعرف دا أسألك عن هذا السؤال عادة ما أقدر أدخل للمول إذا ما شايلة فلوس لأنه طبعًا. لازم أشتري طبعا أكيد حتى لو ما تشترين أنت فإنه مجرد أنه تاكلين أو أنه الأطفال يلعبون فهو أنه يرادش أنه هذا الشيء يعني فد مصرف معين فد بوكت مالي معين. أمي اسمك شنو؟ رؤى مهندسة رؤى. أهلا وسهلا بيك رؤى. رؤى يعني هم بعدش تحصلين عيديات لو قلت؟
انا دا انطع عيديات يعني حسره بالموضوع يعني انه لانه تعينت وكذا فقمت انا انطع عيديات يعني حتى انه مساله الوالد والوالده كانه من باب احترام انه هم ما محتاجين عيديه مالتي لكن هي فرحه لكن انه من باب احترام وانه احسسهم انه انا يعني كبرت وانه انا اعتمدت على نفسي واشتغلت بفضلهم طبعا يعني فمن هالباب هذا انه انا انطع عيديات حتى الوالد والوالدتي. وما تستلمين عيديه؟ لا لانه عندي راتب يعني وكذا فلا مع الاسف اكو حسره بالموضوع. لا زين خلينا نبدي بالبرنامج نرجع للبرنامج. فحوى البرنامج هي انه اعطيك مثل والمطلوب من عندك انه تعرفين المثل تكمليه وتقولي لي هذا المثل على شنو ينطبق او شو وقت تستخدميه ممكن. اوكي انت من يوم مواليد يعني 90 يعني ممكن تستخدمين امثال بحياتك لو لا قليل يعني مو هالجدو يعني الأمثال بس يعني جو سامع اي عادة شوية الكبار بالعمر يعرفون الأمثال بس احنا راح نساعدك ان شاء الله. اكيد سامعت هذا المثل يقول نايم ورجليه بالشط بالماي بالشمس عشان هاي اختار شيء واحد نايم ورجليه بالشمس 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 زين هذا ينطبق على شنو يعني انه كأنه ماكو شيء ما يعرف بالدنيا صار بيها وبعيد عن القصة يعني او بعيد عن الموضوع يعني يعني تقريبا هو يعني غافل نوعا ما ايه غافل عن اللي يدور داير مدايره وكذا. هم عندك بحياتك اشخاص غافلين ممكن تنبهيهم تقولي لهم؟ طبعا اكيد اللي عندي انا يعني هو اللي يغفل مو شرط انه يكون يعني شخص انه انت اكبر من عنده او انه انت شخص يعني هو اكبر او كذا مجرد انه سهو يعني هو انه يصدر سهو تعرفين بسبب الضغوط بسبب الحياه بسبب الالتزامات كثر الالتزامات تخلي بني ادم نوعا ما انه ينسى في جانب معين يعني انه ممكن ينسى مثلا واجباته تجاه اهله او انه ينسى مثلا التزاماته تجاه الاصدقاء التواصل غيرها فالتذكير واجب مثل ما اني انسى واحب الناس تذكرني فاكيد طبعا يعني اذكر اخ اخت اذكرهم بالاهل اذكر الاهل بيهم صحيح فطبعا عاشت ايدك شكرا اذا يعني ربحتي ويانا جائزه مقدمه من قناه الطليعه شكرا وكل عام وانتم بخير وان شاء الله يا رب تتونسون اليوم وتكملون هذا العيد على خير وينعاد عليكم بالافراح جميل حبيبي شكرا جزيلا اذا مشاهدينا بعدنا متواصلين وياكم وراح نفطر بالمول ونشوف عوائل اخرى ابقوا ويانا مشاهدينا الكرام ومستمرين وياكم وبرنامج شنو معنا وعائلة أخرى وقعدنا وياهم ونقول لكم كل عام وانتم بخير وانت بخير عيني الله يسلمك إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالأفراح والمسرات آمين يا رب علينا وعليك بجاه النبي إن شاء الله آمين رب العالمين كل عام وانتم بخير وانت بخير أهلا وسلم كل عام وانتم بخير أم من؟ أم حسام أم حسام أم حسام منو من عندهم؟ ذاك حسام وهنا؟ ابن أختي مصطفى مصطفى ام مصطفى مصطفى حسام الله يخليك ان شاء الله الله يسلمك عاده باجواء العيد يعني تكثر الطلعات واكثر الناس تتزاور بيناتهم فانتم متفقين لو قاعدين بنفس البيت لو شلون طلعتوا لا اتفقنا تليفون تليفون يلا تعاي منو جا على منو انا رحت لهم لا 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 هي كبيره مو ليش منو دفع الكروه اني ادفع الكروه رجعي لها الكروه كروه عليك وكروه عليها بالرجعه صحيح زين شنو التحضيرات مالتكم للعيد سويتوا ما سويتوا هي يعني العادي غير واحد ينظف ويسوي كليتشة وهذا يعني شنو يعني اكو غير هذا ماكو بس التنظيف والشغل وبعدين تتفقين يسوي كليتشة خلص الامور هاي واحد يتفق يروح الاخت الكبيره الاخ الكبير ويبدي التزاور هاي بيناتنا لان هو العيد بس التزاور كل شيء ما بيه صحيح صحيح زين منو اللي يسوي كليتشة منكم ام مصطفى لو انت لا انا واحد وهي واحد انا بيتي وتنطون وحده للاخرى اي طبعا اي نوباتي تدللي تعالي بس ابو التمر ما اريد تدللي بالعافيه عليكم الله يديمها ان شاء الله لكم وجمعتكم على خير برنامجنا هو انه اقول لك مثل اي والمطلوب من عندك انه تكملين هذا المثل وبعد ما تكمليه تقولي لي هذا المثل ممكن ينطبق على شنو بواقعنا يعني كشخص كموقف
بس قبل لا نحكي بالمثل، انت بحياتك تستخدمين امثال انت او ام مصطفى؟ يعني نوبات تطلب الامور، واحد بدائره بشي يحكي. طبعا قبل شوي همين اخذت لقاء ويا شخص وهم قال لي بالدائره هوايه نستخدم اي لازم على مود تقدرين تواكبين الامور زين. ام مصطفى تستخدمين؟ لا والله لا ما تستخدمين. لا ما عندك مثل يعني هيك من تشوفين موقف تقولين والله مثلا يعني مثلا اي مثل؟ لا 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 ولا حكمه ولا ما جاء على بالي يعني ما احكيش موضوع زين. خلينا نسالك واحد من الامثال. اي يقول يسد ضوء الشمس مساء عادي. يسد ضوء الشمس شنو يعني؟ فتشي يعني هذا الفشي شنو يعني يسد؟ يستخدم بالبناء ويستخدم ويا الطحين ممكن. لا يسد ضوء الشمس افت أداة معينة يعني الأداة تستخدمها المرأة بالبيت يعني من تريد ما سامعة بي هاي أول مرة يسد ضوء الشمس والله ما سامعة بي أول مرة لا أنا ما سامعة بي صراحة يعني عادة هو هذا المثل لو أشرح لك هو عن شنو يقال أي؟ كان عرفتي شنو هي الأداة بس هي الأداة يعني تستخدم بالبيت المرأة تستخدمها بالبيت ماكو غير السكين لا هو أداة تستخدم مع الطحين تفتير لا تفتير مع الطحين كاسة ملح ملح مي أداة شنو شبك لا استخدامها يكون بهذه الحركة منخل صح منخل صح يسد ضوء الشمس بالمنخل أو غربيل أي غربيل هذا ما سامعين مثل لا أنا أبد لا هذا المثل يقال للشخص اللي يخفي الحقيقة وهي باينة ظاهرة يعني فأنت من تجيبين المنخل وتخليه على الشمس الضوء يطلع لا طبعا يطلع خفيتي فهذا يقال لهذه المواقف اي طبعا عندك شخص بحياتك ممكن مر انه يخفي الحقيقة وتحاولين تنبهيه بس هو ما ينتبه خاصة بالدائرة يعني احنا نشوف هيك مواقف اكو هيك كل شيء اكو كل شيء اكو بالدائرة تستخدمين ويا هذا المثل بعد ما عرفتي اي طبعا اقول له الشمس منخل اذا كل عام وانتم بخير بخير ان شاء الله يا ربي دائما افراح ومسرات آمين وهاي جمعتكم حلوه دائما ان شاء الله يا ربي تسلمين ان شاء الله علينا وعليك يا الهي يا سيدي مولاي ان شاء الله ويحفظكم ويديم عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله ان شاء الله صحه وعافيه ويحفظ قناه الطليعه طبعا احنا اول مره نلتقي بيها واهلا وسهلا فرصه سعيده ان شاء الله ان شاء الله الله يخليكم ان شاء الله مديره نشوفك تسلمين هذه هديه بسيطه مقدمه من قناتنا شكرا جزيلا لكم اذا مشاهدينا خلينا متواصلين وياكم خلينا نشوف بعد اكو عوائل وبعد اكو امثال اخويانا برنامج شنو معنى ونشوف ضيف اخر كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بألف خير والشعب العراقي بمليون خير ان شاء الله يعيد علينا بالخير والستر والعافيه وكل عام وقواتنا المسلحه بألف ألف خير ويعود عليكم وعلينا بالستر والعافيه ان شاء الله امين رب العالمين امين شلون اجواء العيد وياكم؟ والله اجواء العيد كلش حلوه والناس مرتاحه بوجود القوات الامنيه والحد الشعبي الابطال وبوجودكم انتم بكادركم الموقر اللهم ربي يحفظهم ويعود علينا بالخير والستر والعافيه جميع امه محمد شكرا جزيلا شوف احنا برنامجنا نعم. هو اطرح عليك مثل نعم والمطلوب من عندك انه تعرف هذا المثل التكمله مالته نعم وبعدين تقول لي هذا المثل ممكن ينطبق على شنو نعم. الموقف اللي ممكن نقوله بيه نعم انت عاده تستخدم امثال بحياتك لو لا يعني امثالنا يعني اللي عاده بايامنا بمواقفنا يعني بحياتنا طبيعيه امثال بسيطه مثل تستخدمه ويا اصدقائك ويا جماعتك يعني مثلا يعني هوايه امثال ما تخوني ذاك بس قصدي امثالنا يعني اللي يعني المتداوله اي نستخدم امثال بالضبط زين يعني اذا قلت لك مثل راح تعرفه والله اشوف حسب ذاكر نحاول اي اوكي احنا نمشي المشاركه اكو مثل يقول المبلل ما يخاف من المطر ما يخاف من منو؟ المطر اي هذا المثل على شنو ينقال مثلا انا على سبيل المثال يعني اللي مثلا اللي
اللي غاطب مكان او اللي خسران وتجي خساره اخرى، هو بعد هو خسران خلاص مبلل مكان صح. اي فهذا هاي الانسان يعني نوعا ما اللي يكون مثل ما يقولون عنده فد موقع او مكان بالضبط. معين وخسره فبعد ها هي هو بعد هو خسره اذا خسر الارضيه منه هو بعد ما خسر لانه يعني هو خسر الله فهذا هو زين. انت فزت ويانا يعني بس نعم. خلينا شوي ندردش عن اجواء العيد. أيه انتم كشباب شويه الاماكن الترفيهيه قليله عندنا. نعم. فشنو رايك بالموجه موجه المولات وافتتاح المولات في بغداد؟ والله هي شوفي احنا بالنسبه لنا كشباب تعرفين هذا الوضع التعبان اللي حاليا صار الحمد لله يعني افضل بوجود الناس الطيبه امثالكم، بس احنا متنفسنا الوحيد مثلا هسه تجين للشباب، الشباب اما قاعد بكوفي اما يجي موضوع المولات والاسواق شويه غيرت من اجوانه، يعني تعرفين الموظف كروتين اسان ما انا عدحشي شان موظف كروتين حياتي من البيت للدوام، فهيك اماكن ننفس عن ارواحنا او عن نغير شويه من روتيننا العافيه، والحمد لله على كل حال على هاي الاجواء. الحمد لله ان شاء الله يا ربي كل ايامكم تكون افراح ومسرات. اجمعين اجمعين اجمعين. واقول يا حصلت عيديه؟ لا انت تطلع عيديه لو والله انا الاخ الاكبر وانا انطل عيديه ووالدي مستشهد الله يرحمه شهيد الحمد لله فانا انطل عيديه. زين ايش قد عاده تضم للعيديه؟ والله يعني على الاشخاص اقل اي تقريبا راتب ما شاء الله. اي الحمد لله هي شوفوا هي مره بالسنه فرحه فالفرحه ان شاء الله يعني ما معقوله ما تفرح شخص غيرك. ان شاء الله اجمعين اجمعين يعني ان شاء الله محفوظ لهم اجمعين دائما تكون هيك بافراح. اللهم ربي يحفظكم ويسلمكم. راح اقدم لك هديه بسيطه من قناه الطليعه. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. انا شاكر تواصلكم ووجودكم الطيب هنا ويانا. اللهم ربي يديم هالقناه الحلوه الموقره وربي يحفظكم ويحفظ الكاتب الطيب. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا لهنا وصلت حلقتنا إلى نهايتها من برنامج شنو معنى، انتظرونا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.